بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا مرة أخرى في درس جديد من دروس مراجعة الفلسفة. سنواصل دائما في الإشكالية الأولى، وهي إدراك العالم الخارجي. رأينا أنه يتم بواسطة قدرات وخصائص وصفات، ومن بين الخصائص أو التي والأفعال التي تمكننا من إدراك العالم الخارجي والتكيف معه نجد العادة والإرادة. إذن كما تعرفون أن العادة لها مفاهيم عديدة، أهمها أنها قدرة مكتسبة على أداء فعل بطريقة آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد في الجهد. طبيعة الحال هذا الفعل التعودي يختلف عن ما هو عن الفعل الغريزي، كون الفعل الغريزي فعل ثابت ومتصلب ولا يتغير ولا يتبدل عبر الزمان والمكان، وهذا الفعل الغريزي يولد جاهزا مع الكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان، ولكن الفعل التعودي هو فعل مكتسب. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلمه، ولكي يتعلم هذا الفعل لابد من عوامل وشروط. أولها هو العامل النفسي من انتباه وتركيز ورغبة في أن يتعلم سلوك معين. ثانيا العامل العقلي، بطبيعة الحال النضج العقلي مهم جدا، كون الطفل يتعلم أو يتعود على عادات تتناسب ونضجه العقلي. كذلك العامل الفيزيولوجي، لأن القدرة الجسمية مهمة جدا في أداء في تعلم سلوكات جديدة، مثلا كتعود الرياضي على حركات معينة أو تعود الشخص على سياقة السيارة. كذلك عامل التكرار، وهو إعادة الأمر عدة مرات، وبطبيعة الحال في هذا التكرار سوف يتم الاحتفاظ بما هو إيجابي وترك ما هو سلبي. ثم عامل الأثر، هناك أشياء كثيرة يتعلمها الإنسان تترك فيه أثرا نفسيا وبالتالي يتعلمها بسرعة. كذلك عامل التوزيع، أن الإنسان يتعلم سلوكات كثيرة وعادات كثيرة، هذه العادات لابد وأن العادة كي يتعود عليها يجب أن يقسمها إلى أجزاء، وهذه الأجزاء طبيعة الحال تعمل على يعني أنه يوزع في كل مرة يتعلم تمرين معين أو يتعلم حركة معينة. إذن هذا عن العادة. بينما الإرادة هي قدرة الذات ونزوعها إلى الفعل مع وعي الأسباب، أو هي قدرة إنسانية وقصد واعي بالأفعال. ذلك أن الإرادة هي فعل جديد، أن العادة سلوك يعني مكرر، ولكن الإرادة هي سلوك جديد يوحي على قدرة الإنسان على الفعل والعزم وعلى الفعل أو الترك. ويعني الإرادة تثبت مدى حرية الإنسان في اختيار أفعاله، إذن هو فعل جديد. إذن في هذه المشكلة بطبيعة الحال لدينا علاقة العادة بالإرادة. إذن سوف نتحدث عن علاقة العادة بالإرادة، ولكن قبل هذا لابد من أن نعرف ما هو أثر العادة على السلوك. وهذا أثر العادة على السلوك يعتبر مشكلة أساسية في الدرس. بطبيعة الحال نعبر عنها بصيغ وأسئلة مختلفة. هل العادة أداة تكيف أم انحراف؟ تكيف بمعنى أنها إيجابية وانحراف بأنها سلبية. كذلك هل العادة تعيق التكيف؟ هل العادة مصدر أساسي لفعالية السلوك بمعنى فعالية لنشاط السلوك الإنسان ومدى قدرته على التكيف الإيجابي مع العالم الخارجي ثم أو مع المواقف المختلفة؟ ثم هل التكيف مع البيئة يرتكز على العادة أم الإرادة؟ وممكن أن نضيف تساؤلا آخر، وهو هل الاختلاف هل الاختلاف بين العادة والإرادة ينفي وجود علاقة بينهما؟ بطبيعة الحال إذا الدرس هو العادة والإرادة، إذا مهما تحدثنا عن أثر العادة في السلوك سواء إيجابيا أو سلبا لابد وأن تتدخل هنا أن تتدخل الإرادة.
أثر العادة في السلوك، أولاً لدينا آثار إيجابية. إذن أولاً الآثار الإيجابية، كلنا يعلم أن العادة كسلوك مكتسب بطبيعة الحال، من خلال المفهوم ندرك أنه نؤدي به العمل بطريقة سريعة. إذن هو وسيلة، أولاً أن العادة وسيلة للتكيف والانسجام مع العالم الخارجي، إذن هذا من ناحية الإيجابية. كذلك أنها تسهل العادة علينا اكتساب سلوكات جديدة، وهذا ما نجده مثلا في اختلاف عملية التعلم بين الطفل والراشد. إذن الطفل يجد صعوبة كون العادات التي يمتلكها قليلة، بينما الراشد يتعلم سلوك جديد بسرعة لأنه يمتلك عادات مختلفة ومتداخلة. كذلك لدينا الآلية في العادة، الآلية في العادة تمكننا من أن نؤدي عملين في الوقت نفسه، مثلا كأن أكتب وأتكلم وأشرح. أيضا أنها العادة تمكننا من ربح الوقت، أنها السرعة، إذا السرعة تمكننا من ربح الوقت، وكذلك أنها تمكننا من الاقتصاد في الجهد، بمعنى أن السلوك التعودي ليس كالسلوك الجديد الذي نبذل فيه جهدا فكريا وفيزيولوجيا كبيرا، وإنما يعني يكون فيه الجهد قليل مقارنة مع سلوك جديد. أيضا تمكننا العادة من أو تساهم في تكوين شخصيتنا فكريا ونفسيا، أيضا تساهم في أنها تعطي للشخص يعني الثقة في النفس، الثقة في النفس ومواجهة المواقف بطريقة إيجابية. كذلك أنها تكسبنا يعني تكسب الجسم الرشاقة والسيولة والحركة السريعة. إذن هذا عن إيجابيات العادة. طبيعة الحال في أثناء الإجابة على هذه التساؤلات، هل العادة أداة تكيف من انحراف؟ إذن في أداة تكيف سوف نتحدث عن كل إيجابيات العادة. طبيعة الحال أن إجابتنا تكون مدعمة بأمثلة واقعية. وثم ثانيا سلبيات العادة. إذن لدينا أولاً إيجابيات العادة كأطروحة أولى، با سلبيات العادة، بمعنى أن العادة هي سلوك يؤثر سلباً. ولذلك قال أحدهم أن خير عادة أن لا نتعود شيئاً، وهذا بطبيعة الحال قال كانت أيضا، كلما ازدادت العادات عند الناس أصبحوا أقل حرية وأقل استقلالية. ومن ثم العادة يعني تؤثر سلبا، كونها أولا تصبح متصلبة ويصعب التخلي عنها. مثلا نعطي أمثلة يعني التدخين، كالإدمان على التدخين أو غير ذلك. أيضا أن العادة في أدائنا لها عن طريق السرعة والآلية، إذن سوف الشخص لا ينتبه إلى الأخطاء التي يقوم بها، وبالتالي سوف تقلل من تركيز العقل والانتباه، مما يجعل يعني أن الشخص يقوم بأخطاء ولا ينتبه إليها. كذلك العادة تمكننا سلبا من أنها يعني تصبح متحجرة، خاصة تلك العادات الفكرية التي تجعل من يعني رفض لكل ما هو جديد ورفض الأفكار الجديدة. كذلك العادات الاجتماعية تصبح أحيانا غير مناسبة لأفكار الشباب ولأفكار الجيل، فبالتالي هنا طبيعة الحال لذلك روسو قال أن خير عادة أن لا نتعود شيء. أيضا أن العادة تؤدي إلى الروتين، إلى الروتين في الحياة، مما يجعل الحياة أكثر مللا وأقل جاذبية، وهذا ما يجعل الشخص يعني أنه يعني يرفض كل ما هو جديد. أيضا أنها
تفقد الإنسان حريته، تفقده القدرة على اكتساب ما هو جديد ويرضى بما هو قديم فقط حتى لا يتعب نفسه. وأيضا آخر شيء هو أن العادة تجمد العاطفة وتبلد الذوق، وبالتالي يصبح كمثلا مثلا الشخص الذي يعمل في مثلا أو الجندي في الحرب من كثرة تعوده على رؤية يعني الموت إلى غير ذلك، فيصبح يعني عاطفته جامدة. إذن هذا عن سلبيات العادة. إذن في لما نجيب على السؤال هل العادة تعيق التكيف أو هل العادة مصدر أساسي لفعالية السلوك، بمعنى أننا نتكلم عن إيجابيات العادة ونتكلم عن سلبيات العادة، ولكن لابد من إدراج في الأطروحة الثانية إدراج دور الإرادة في التكيف مع العالم الخارجي، ذلك أن الفعل الإرادي هو فعل واعي يعني يعطي للشخص القدرة على اتخاذ قرارات واعية وحرة، ومن ثم يعني أن الفعل الإرادي فعل حر يعبر عن الذات، عن يعبر عن صميم الذات وعن شخصية الإنسان وعن اختياراته. فهي الإرادة هنا فعل قصدي وليس تلقائي، وفعل جديد وليس مكرر، كما أنه الفعل هذا له مبررات، بمعنى أن الشخص عندما يقوم بفعل إرادي له القدرة على أن يبرر هذا الفعل ويتحمل المسؤولية، بينما إذا قام بفعل تعودي فيرجع دائما أنه العادة هي التي تركته يعمل بهذا الشكل فكانت النتائج سلبية. ثم أيضا أن الإرادة تساعدنا في التكيف مع المواقف الجديدة والطارئة بطريقة مرنة وفعالة، مما يجعل الشخص يجد الحلول المناسبة لها، بينما إذا استخدم العادة فقد يكون الحل غير مناسب لذلك الموقف أو لتلك المشكلة. إذن هذا عن أثر العادة ودور الإرادة في فعالية السلوك. الآن لما نتحدث عن التركيب بين الأطروحتين، بطبيعة الحال يكون تركيب توفيقي في أننا نتحدث عن أثر الإرادة في تكوين العادة وأثر العادة في الفعل الإرادي. كيف ذلك؟ أثر الإرادة في تكوين العادة في أن اكتساب أي عادة وتكوينها لدى الشخص يتم قلنا بشروط، ومن بين الشروط الأساسية لتكوين العادة هو وجود الإرادة أو حضور الإرادة، بأن الشخص لا يمكنه أن يثبت فعلا أو سلوكا جديدا يصبح عادة إلا إذا كانت لديه إرادة قوية في اكتسابه. ثانيا أنها أيضا الإرادة تنمي الاهتمام وتجعل الانتباه أكثر حضور، كذلك أن العادة تكرار العادة أو الآلية في العادة وتكرارها يجعل من الشخص لا ينتبه إلى، قلناها في السلبيات، أنه لا ينتبه إلى بعض الأخطاء التي يقوم بها، ولكن بالإرادة سوف يتخلى عما هو سلبي في هذا السلوك ويحتفظ بما هو إيجابي، أي أن الإرادة تنبه وتوجه العادة. أيضا أن يعني أن هذه العادة مهما كانت الآلية موجودة فيها لا تكون كالآلية الموجودة عند الحيوان، فآلية العادة عند الإنسان آلية فيها نوع من المرونة ونوع من التأثر بالإرادة ومن ثم الانتباه إلى الأخطاء. ثم نتحدث عن أثر العادة في الفعل الإرادي، ذلك أن يعني لا يوجد أي إنسان يولد بإرادة قوية أو إرادة ضعيفة، بل أن الإرادة أيضا تكتسب بالتعود والعزم، فالمجتمع
بطبيعة الحال هو الذي ينبهنا، هو الذي يوجه إرادتنا في لمواجهة مختلف الصعوبات والعراقيل. فكل ما اكتسب الشخص عادات كثيرة ومختلفة، كلما كانت له القدرة على توجيه إرادته وأن يجعلها يعني تتناسب مع المواقف الطارئة ومع العالم الخارجي. ثم أن العادات يعني العادات مثلا نجد عند الطفل أنها يعني أقل بالنسبة للراشد، كون الطفل له عادات قليلة مما يجعل إرادته في البداية تكون يعني تكتسب شيئا فشيئا، بينما الراشد عاداته كثيرة ومختلفة ومتداخلة مما يجعل إرادته يعني أكثر قوة من الطفل. إذن هنا بطبيعة الحال في هذا الدرس لدينا مشكلة أساسية، إما أننا في معنى حتى ولو تحدثنا عن آثار العادة الإيجابية كأطروحة أولى، آثارها السلبية كأطروحة، لابد من أننا نتحدث عن دور الإرادة في العادة وتأثير كلاهما في الآخر، وبالتالي نكون قد أجبنا على يعني درس أجبنا على مشكلة أثر العادة وعلاقة العادة بالإرادة. وهنا بطبيعة الحال مهما اختلفت العادة والإرادة من حيث الخصائص، إلا أن وظيفتهما متداخلة ومترابطة، ومن ثم يعني أنهما كلاهما يهدف إلى التكيف مع العالم الخارجي، وهناك تداخل وظيفي بينهما ولا يمكن الفصل بينهما. وإن اختلفا، لكي نجيب على السؤال هل الاختلاف بين العادة والإرادة ينفي وجود علاقة بينهما، بطبيعة الحال هذا سؤال جدلي يحمل أطروحة أولى نجيب فيها عن أن الاختلاف بين العادة والإرادة ينفي وجود علاقة بينهما من خلال ذكر نقاط التباين والاختلاف بين العادة والإرادة، من خلال تعريف كون العادة سلوك مكتسب والإرادة سلوك جديد، العادة تتدخل فيها شروط فيزيولوجية ونفسية وغيرها، بينما الإرادة تتدخل فيها العزم والحرية إلى غير ذلك. ثم نتكلم أيضا عن أثر كلاهما في سلوك الإنسان. ثم الأطروحة الثانية، الاختلاف بين العادة والإرادة لا ينفي وجود علاقة بينهما كون أن كلاهما يؤثر في الآخر، من خلال سبق ذكره عن أثر العادة في السلوك، أثر الإرادة في تكوين العادة، ثم أثر العادة في تكوين الإرادة، ومن ثم هناك علاقة وظيفية بينهما، ولا يمكن العلاقة الاختلاف بينهما، لا ينفي وجود علاقة بينهما. وشكراً.